نحكي عن أبراج ما بتعلموا عن أخطائها. برج العقرب دايماً عنده أخطاء، هو ذكي ونشيط ومخطط، بيعرف يخطط المستقبل ودايماً ناجح، لكن دايماً عنده أخطاء هو سبب فوضته، هو فوضوي بشكل لا يرسل لها، ودايماً بيخطئ لكن لا يعترف بأخطائه. يعني لو قلت له أنت مثلاً عندك أخطاء بقولك لا أنا ما عنديش أخطاء. برج العذراء، برج العذراء عنده دايما اخطاء في اموره العاطفيه، لانه هو لما بيوقع في الحب بيكون متسرع. فبرج العذراء عنده خطأين، اكثر خطأه هو باموره العاطفيه والثانيه باموره المهنيه. برج القوس، برج القوس اصلا الست شاطره جدا ناجحه جدا، لكن دايما هي عندها مشاكل في امورها العاطفيه. بالنسبه لموضوع الزواج قادر اقول لك نسبه 65% بتبقى ناجحه، هي انجح حاجه في حياتها هو العمل. برج القوس عنده اخطاء، اخطائه ايه؟ يعني بياخد الدنيا زي البيضه والحجر، فهو بيكرر دايما اخطائه وكمان ما بيعترف باخطائه، سبب ان هي برج القوس هو عنيد. برج الحمل، الحمل مستقيم بيحب العدالة ودايما ما بيعترف كمان بأخطائه، وهو عنده أخطاء كتير لأنه برج الحمل دايما مستقيم ودايما بيحب العدالة، بس مشكلته أنه ما بيعترف على أخطائه. بس هو شاف حدا ضايقه لأنه هو حساس أو زعجه بيحط بلوك وما بيعطي فرصة للآخرين.